تواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا بحضراتكم في تواصل أشواط هذا المساء ضمن أشواط النخبة وأول سباق للتميز في هذا الموسم بالنسبة لسن الكبار. على البركة يسير هذا الشوط وهو الشوط الخامس الخاص بالحول المحليات الأصايل. على بركة الله نندفع جميعا إلى مستوى البداية الأول ومستوى تحديات هذه الحول المحليات الأصايل، حيث الاستعداد التام للانطلاقة من مسافة 8 كيلومترات والمسار نحو التألق الجميل والتألق الفائق الذي يحمل العنوان الدائم هو عنوان التنافس المثير والتنافس الخطير. افتتاح من تفتتح هذا الشوط على المركز الأول لتقدم لنا سيمفونية النجاح في البداية الأولى. هنا لهجن العاصفة على مركز الأول، بينما في التضمير يأتي الواثق حمد بن راشد بين غدير من يسير مع افتتاح على نفس الموال الأصيل، بينما المركز الثاني هنا في المركز الثاني وصلت مذيار، تعود الملكية مذيار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وفي تضميرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري، حيث نتابع المركز الثالث وننتقل إلى مياسة من تحتل المركز الثالث. تعود الملكية لهجن العاصفة والتضمير إلى حمد بن راشد بن غدير في هذا الموقع، ننقله إلى المركز الرابع المتواجد قريبا من هذه الأسماء، والمركز الرابع وصول من خلال هذه اللحظات من تواجد مرعوشة لهجن الرياسة تسللت إلى المركز الرابع، بينما في عملية التضمير حمد بن أحمد بن مايد الخيالي، والمركز الخامس تصل فيه فزعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية علي بن راشد بن غدير. هذه الخمس الأوائل مشاهدينا تسير وتسير مع هذه الأسماء وهذه الكاميرا. ننتقل إلى المركز السادس وننتقل مباشرة إلى الرعبية من تحت المركز السادس في الانطلاقة. هذه الرعبية لهجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في التضمير المركز السابع، نقل إلى الشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن محمد بن راشد لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم من يتواجد مع وجود الشاهينية والمضمر سيف بن مبارك بن غويث، والمركز الثامن ننتقل مباشرة إلى تواجد الخيال. هنا الخيال مشاهدينا الكرام والخيال الواسع، تأتي خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي حل في المركز الثامن، بينما المركز التاسع تتواجد في سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومطر بن سيب اللاحج الهاجري، بينما المركز العاشر وصلت العنود لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرض الحميري في التضمير. هذه العشرة المراكز الأولى، العشرة الأوائل المنطلقة في تنافس هذا الشهر. خلف العشر هناك أسماء قوية وأسماء كذلك كبيرة في منطلق هذا التحدي المسائي. نشاهد ولكن نشاهد أين المستوى الراقي وأين المستوى الباقي، أين مستوى البداية، ولكن هنا مع التعليمات وإصدار التعليمات سنشاهد الكثير من التغيير بين هذه الأسماء بين المنطلقين في مقدمة الشوط وعلى رأس المجموعة وسكان هذا الشوط على البداية الأولى في الأدوار العليا. هنا افتتاح لا زالت تسير نحو البداية والتقدم الأصيل، افتتاح على المركز الأول تتقدم لهجن العاصفة، بينما في تضميرها حمد بن راشد بن غدير. ها هي افتتاح أمامكم مشاهدينا تسير دائما إلى المراكز الأولى وإلى انطلاقتها من أول ما يتحرك الستارت هي في مقدمة الشوط، لأنها تقدم عروض مميزة وعروض جميلة واختيار موفق أكيد لهجن العاصفة مع اختيار افتتاح في الاندفاعات الأولى. المركز الثاني نقل هناك إلى المركز الثاني حيث تقدم هذه الرعبية، تقدم الرعبية لهجن الرياسة أو مرعوشة لهجن الرياسة تقدمت واحتلت المركز الثاني مع المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيالي، حيث يقدم لنا مرعوشة في هذا التواصل وهذا التحدي.
المركز الثالث، نقلة إلى المركز الثالث إلى غاية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أو فزعة، بينما في التضمير علي بن راشد محمد بين غدير والمركز الرابع. المركز الرابع وصول من خلال تواجد مذيار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر عتيج أو مسري بن سالم بالعرطي الحميري. النقلة التالية على المركز الخامس، هنا المركز الخامس شعار هجن العاصفة تحمله لنا، كذلك مياسة في هذه الانطلاقة ومع مضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز السادس هناك تقدم واحتلال للمركز السادس، غيرت نحو المركز الخامس، إنها الرعبية لهجن الرياسة. بينما في التضمير والتدريب تعود يا الحبل الكريم إلى المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيير لمن يتابع هذه الانطلاقة ويتابع هذه التحديات. احتلت المركز الخامس في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. نشوف المركز السادس، المركز السادس هنا هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. من تتابع وتنطلق وتغير في هذه الانطلاقة وهذه التحديات وانطلاقة من خلال المسار وخلال التحدي. هناك مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، هذه الأسماء المنطلقة، هذه الأسماء التي حملت مع القمة كذلك بداية هذا المشوار. لكن نرى هناك البعد ونرى المراكز البقية تتقدما في هذه اللحظة غناضة من هجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير. من يقدم غناضة في المركز الثامن؟ المركز التاسع سلودة لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم. بينما المركز العاشر، المركز العاشر العاشر نشاهده مشاهدينا الأعزاء هناك ونتابع هذه الانطلاقة ونعود إلى البداية. عودة مشاهدينا الكرام إلى بداية هذا الشوط، عودة إلى المسار الصحيح وعودة إلى ما يدور من منافسة قوية وتحدي كبير في هذه الانطلاقة. ما شاء الله تبارك الله، تحدي مثير، ولكن لا زالت افتتاح أيها الحبل الكريم تثير هذا التحدي وتثير هذا الافتتاح المثير لمجريات وتحديات هذا الشوط. الله يفتتح افتتاح من هجن العاصفة، لا زالت مفتتحة الأمور، مفتتحة هذه الصدارة بقوة الكبار وبقوة الأسماء العملاقة التي تشارك في المشاركات وتشارك في التحديات. ما شاء الله تبارك الله، إنه تحدي كبير تحمل لنا عنوان افتتاح من أجل العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثاني بدأ الوصول الآن من خلال هذه اللحظات، وهناك خيال، هنا خيال يأتي بخيال هذا الشوط، خيال اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر خيال أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. لكن مرعوشة تتسلل، مرعوشة تتسلل، متسلل كذلك ناعم على هذا الشوط لهجن الرياسة وحمد بن أحمد بن مايد الخيالي، أحد الشباب القادمين إلى هذا العالم وإلى هذا المنتزه الرائع، هو منتزه سباقات الهجن العربية الأصيلة. بلا شك سيجد الكثير من المعاناة، ولكن سيذوق حلاوة الفوز والناموس وطعم الناموس القوي مع الشعار الأحمر الخطر. بينما المركز الرابع، المركز الرابع وصلت في هذه اللحظة الرعبية لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مائد الخيالي. هنا وصول من هذه الأسماء الخمسة أو الأربع المراكز الأولى. بينما المركز الخامس، المركز الخامس هنا تقدم من خلال هذه اللحظات مذيار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري. والبقية هناك نتركها، لكن نعود إلى بداية هذا الشوط. تتقدم هذه الحول المحليات الأصائل، لأن المجتمع خطير، المجتمع كبير، الأداء مميز، الكل يبحث عن أداء راقي ومميز تحمل له هذه العناوين وهذه السلالات. نعود إلى افتتاح، نعود إلى افتتاح، وهي من تستفتح بوابة العبور، ولكن راحت عن البوابة، راحت عن التحدي، راحت مع الأسماء، راحت عن 1800، وتبغي وين؟ تبغي خط النهاية، ما يرد إلا خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع الجميل والاندفاع المميز المعروف من خلال تواجد اندفاع على خط البداية وافتتاح. لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة الهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما ملاحقة ثنائية من هجن الرياسة وشعار يحمل دائما علامة الخطر الكبير. وهنا يأتي مع الوجود في المركز الثاني ومع مرعوشة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي. والمركز الثالث الرعبية أيضا لهجن الرياسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مايد
رايد الخيلي البارع المركز الرابع خيال اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو المتابع لهذه الانطلاقه. هذه الاربع المراكز الاولى لكن نشوف ان الصراع بدا على المراكز الاولى ولكن بقياده افتتاح وترصد الاخرين وترصد كذلك لهذه الأسماء القادمة إلى المركز الثاني وهي مرعوشة والرعبية. الرعبية مرعوشة لكن الفارق كبير ومثل ما يقولون الخف على الخف محين يا أخواني. هذه مشاهدين الأعزاء افتتاح عند 800 متر الأخيرة تغادر إلى الناموس تغادر إلى منطقة الأمان ومنطقة الثيل لهجن العاصفة وتضيف إنجازات إلى إنجازات هذا الشعار وإلى إنجازاتها كذلك مع الانطلاقات. لكن المركز الثاني بدلان الفارق يقل ولكن الراعبية مرعوشة والراعبية من هجن الرئاسة أيها الحبل الكريم على المركزين الثالث والرابع في هذه الانطلاقة. بدأت الآن قوة الحماس والتحدي الأخير مرعوشة الآن أو غيرت الراعبية خطيرة الراعبية مع البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي وافتتاح مستمرة في الانطلاق والافتتاح حتى هذه اللحظات والمركز الأول افتتاح لكن الراعبية هجمت هجوم قوي وهجوم في هذه اللحظة. الله يا الراعبية الله يفتتاح اللحظات الأخيرة بينما الراعبية مشاهدينا الأعزاء تنتزع هذا الشوط تنتزع هذا الناموس تنتزع هذا التحدي من البداية حتى النهاية. كانت افتتاح ولكن في اللحظة الأخيرة في اللحظة الحاسمة يأتي الشعار الحمر الخطر ليعبر عن حضوره ووجوده بكثافة وبقوة في هذه السباقات ليأتي هنا بالراعبية في هذا الشوط وتحتل المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز المميز في انطلاقات هذا اليوم مع سباقات التميز. تهانينا للبارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي المركز الثاني من هجن الرئاسة المركز الثالث من هجن العاصفة بينما المركز الرابع هنا المركز الثاني كانت بالفعل من هجن الرئاسة وصلت فيه مرعوشة والمركز الثالث افتتاح من هجن العاصفة والمركز الرابع الخيال اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم تليها في المركز السادس أو الخامس مياسة اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم. والتوقيت الزمني أمامكم مشاهدي الكرام 12 دقيقة 45 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانين لهجن الرئاسة والتهنئة كذلك إلى المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي بينما المركز الثاني في هذه الانطلاقة وهذا التحدي كان الحضور حاضرا من أو مرعوشة ب 12 دقيقة 47 ثانية 6 أجزاء من الثانية. ثانية للمضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيالي على فوز المرعوشة بالمركز الثاني وهجن الرئاسة. أما المركز الثالث كانت افتتاح من هجن العاصفة 12 دقيقة 47 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. هكذا أيها الحبل الكريم كانت مسيرة